عليكم، أنا سهير القيسي أحييكم وأبدأ معكم حلقة جديدة من برنامج من العراق التي يعدها لكم دكتور صباح ناهي. هذه المرة الحلقة مخصصة عن واقع الثقافة العراقية ومؤسساتها. الثقافة العراقية مشاهدينا ما زالت تشكل كثيرة من المشكلات في بنية مؤسساتها وفي أوضاع المثقفين العراقيين المشتغلين منهم في مهنة المتاعب وفي المؤسسات الفكرية ومراكز الأبحاث والأدباء. فعشرات العاطلين عن العمل ما زالوا لا يجدون من يحل مشكلتهم، والأزمة الأمنية التي تسببت أيضا برحيل 292 صحفي قتلوا وهم يمارسون عملهم، إضافة إلى هجرة المئات من أبرز المثقفين العراقيين إلى الخارج دون متابعة لشؤونهم أو نتاجهم الإبداعي. تقرير جواد الحطاب يكشف بداية أوضاع المثقفين العراقيين في الداخل العراقي. أعادت الحكومة العراقية ضباط الجيش السابق ومنتسبي الأجهزة الأمنية، واستوعبت التنظيمات المسلحة التي انخرطت في الصحوات ومجالس الإسناد، لكنها أغفلت الكثير الكثير من المبدعين الذين توزعوا في المنافي بحثا عن كسرة أمان ورغيف مغمس بالكرامة. مطالب الكتاب والأدباء كثيرة 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 لا تنتهي، هل استطاعت الدولة أن تحتضن أولئك؟ أقولها بصراحة أن الدولة بعيدة في مطافها السياسي. عندنا نشوف هسه في الساحة الثقافية أغلب مثقفينا يعانون من الوضع المادي، الوضع الاقتصادي، وهذه هي مشكلة المثقف. لا يطالب المبدع العراقي بما هو متحقق لأي مبدع في العالم، لكنه يطمح على الأقل أن يتساوى مع مبدع وطنه في إقليم كردستان من حيث الراتب المخصص والضمان الاجتماعي والكفالة الصحية. شوف الحكام والطواغيت كلها تزول، لكن مثل اسم السياب باقي، يعني مثل اسم أليوت باقي، اسم فانكوخ باقي، اسم ظفر النواب باقي. فالأدباء والفنانين والأعلام الدولة تتباهى بيهم، فعليها أن تأسس تأسيس جديد لسلامة هؤلاء الناس واحترامهم أكثر وأكثر. يقول الأدباء أن الخطأ الذي ارتكبه بريمر بتفكيك وزارة الإعلام والثقافة وإحالة آلاف الكتاب إلى التهميش يجب أن ينتهي بعد 6 سنوات على جريمته، ويجب أن لا ينظر إلى شريحة المبدعين على أنها المنطقة الرخوة في جسد المجتمع، وهو ما يجب أن تسعى إليه وزارة الثقافة، خصوصا مع وزير ناقد وشاعر وأكاديمي. جواد الحطاب، العربية، بغداد. حول هذا الموضوع وسواه من موضوعات الحلقة التي تخص واقع الثقافة في العراق، معي وزير الثقافة الدكتور ماهر دلي الحديثي، وأيضا معي الدكتور جمال العتابي وهو أكاديمي عراقي. مرحبا بكما. على أن ينضم إلينا مشاهدينا الأديب علي بدر من عمان بعد قليل. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور ماهر، ختم مراسلنا التقرير بأنه يقول وزير الثقافة هو ناقد وهو له باع في الثقافة، لماذا هذا النقص في الاهتمام بالمثقف العراقي في الداخل؟ شكرا جزيلا. الواقع أن هذه الطروحات التي سمعناها من خلال التقرير كنت أوجه الانتقاد ذاته إلى الوزراء الذين سبقوني، لأنني لم أكن قد دخلت إلى الواقع العملي للوزارة. كنا نتصور أن الوزير يجب أن ينفذ وأن ينهض بكل هذه المهام، ولو سئلت عن استراتيجيتي للمرحلة التي سنقضيها لا فرح المثقفون فرحا كبيرا، ولقالوا أن هذا الخيال إذا تحقق سنكون سعداء. الواقع ما أن دخلت إلى الوزارة حتى وجدت أن كثير مما دونته في استراتيجيتنا للمرحلة الجديدة هو لا يمكن أن يظهر خلال سنة أو سنتين. لذا بدأنا نتعامل مع الواقع الثقافي بواقعية حقيقية. كل ما ذكر بخصوص المثقفين، اتحاد الأدباء، نقابة الصحفيين، الجمعيات الأخرى الفنية، كلها تعاني.
لكنه أنا أعتقد الآن المثقفين أخذوا يدركون بشكل جيد أن الوزارة والوزير وتخصيصات الوزارة لم تبخل على هؤلاء بشيء على الإطلاق. إليك الأكاديمي دكتور جمال العتابي. دكتور جمال، إذا لو تحدثنا منذ البداية حتى قبل ما يجي دكتور ماهر للوزارة ويستلمها، هل العائق فعلا في ذاك الوقت أيضا المخصصات تعتقد وموضوع عدم وجود تمويل؟ بالتالي هل ما يريد المثقف فقط راتب أم هناك أمور أخرى؟ أولا في البدء يعني قدمت حضرتك أنني باحث وأكاديمي. نعم. وهذا يعني سؤال الموجه لي كمسؤول في وزارة الثقافة. نعم. وبوجود معالي السيد الوزير أعتقد أن كل ما يتعلق بهذا الجانب سيلقي الضوء عليه بالكامل. لكن مع ذلك لو سمحت لي، فعلا أنا رافقت هذه التجربة في عمل ونشاط وزارة الثقافة منذ عام 2002 في شهر بعد 9/4. وهناك كان صعوبات فعلا كثيرة لا تنحصر فقط في التخصيصات، إنما كما يعلم الجميع أن وزارة الثقافة ومؤسساتها وكل مرافقها الحيوية والمهمة من مسارح والمكتبات تعرضت إلى النهب والحرق والسلب، وكانت هذه المهمة من أصعب المهمات في بداية عمل وزارة الثقافة. لذلك ما تم إنجازه وإعماره وترميمه في هذه الفترة في ظروف كانت غاية الصعوبة وبالغة التعقيد كان عمل كبير جدا. هذا يحسب لجانب إيجابي في عمل وزارة الثقافة. وأود أن أشير يعني لو سمحت إلى أن ما قدمه الأخ أيضا الشاعر صديق جواد الحطاب من أن الدولة أعادت الضباط ومتسمي الجيش إلى وظائفهم، أعتقد أن هناك يمكن نحتاج إلى تصحيح هذه المعلومة، أن هناك موظفي الأعلام اللي هم ليسوا محسوبين على وزارة الثقافة أصلا تم إعادتهم جميعا وبدون استثناء بجهد خاص من وزارة الثقافة. نعم. تأكيد. فالآن موظفي وزارة الإعلام هم موظفون تابعون لوزارة الثقافة على الرغم من هذه الإمكانيات فعلا كما أشار السيد الوزير. بس دكتور جمال، يعني إذا تحدثنا ذكرت أنه أنت كنت موجود ومسؤول في وزارة الثقافة بعد 2003 لحد. نعم. الآن هل المشكلة من 2003 لحد الآن هو موضوع مخصصات وموضوع رواتب؟ يعني إحنا نعرف الميزانية العراقية ما شاء الله عامرة، إذن بالتالي هو إلقاء لائمة على رئاسة الحكومة بعدم إعطاء مخصصات كافية. دكتور ماهر، هذا الموضوع يعني ليس سرا، أنا أسمع مثلك أن الميزانية كافية وتغطي، أنا أتكلم عن تخصيصات وزارتنا غير كافية وغير مجدية بل ومحرجة في كل الأحوال وليس في بعض الأحوال. اللائمة أنا ذكرت وكلمت دولة رئيس الوزراء وكلمت وزير المالية على أن الوضع الثقافي يجب أن ينظر إليه بمنظار جديد، أن المرحلة الأولى كانت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والوزارات الأمنية الأخرى كانت هي الوزارات السيادية، وكنا كلنا كوزارات أو كتابعين إلى وزارات أخرى خدمية أو بدرجات